الخطيب ورأس الجول ورأس الباب ولكن الكورة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. فرج عامر النهاردة احترنا مع فرج عامر. أنا قلت لحضراتكم في فيديو قالوا يمكن أكتر من فيديو من حوالي مثلا 7-8 ساعات ان فرج عامر كان بيتكلم وبيقول ما يصحش وما ينفعش اللي بيحصل ده وقدم شكوى نادي الزمالك ان خطف محمد ابو جبل واللاعب عقده ممتد معانا وانا قدمت شكوى ومش قدمت شكوى حق وانا قلت في فيديو زي ليه نادي الزمالك بيتكلم على كهربا وزعلان ان كهربا هرب ولسه عقده شغال مثلا مع نادي الزمالك على حسب ما بيقولوا نفس الوقت بيكرر غلطته مع محمد ابو جبل نفس غلطه كهربا ابو جبل لسه عقده مع فرج عامر وفرج عامر بيقول انا قدمت شكوى دلوقتي فرج عامر غير كل التوقعات قال لك ابو جبل على اعتاب الزمالك ابو جبل على اعتاب الزمالك يعني ما كده انتوا اتفقت مع مرتضى ومنصور وكل شيء تمام وكل شيء كويس يعني طب ايه بقى كان لازمتها انا اقدم شكوى ومش نبي بالنار حدش فاهم حاجه يعني هو شويه كده وشويه كده الصفحة اتهكرت يعني ولا حاجة ولا حد بيقول أي حاجة. أما بالنسبة لمباراة القمة بكرة بين الأهلي والزمالك فيعني أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي بالمناسبة كان طلع أخبار عنه إنه عمل حادثة وتوفاه الله يعني راجل طلع واتحاسبن زي ما بيقولوا كده على مروج الإشاعات وكذب الإشاعة دي ربنا يعافيه ويديله الصحة ويبارك له ويبارك فيه لأسرته يعني هو وكل الناس ويحفظ كل الناس من اي سوء يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين. على مباراه القمه احمد فوزي وقال بصراحه مش عارف مش متفائل ليه بكره يا رب المباراه تطلع حبايب ونتعادل ومحدش يزعل لاني فعلا خايف ربنا يستر ومش خايف ان النادي الاهلي يخسر كلامه ماشي في سكه ثانيه خصوصا بعد انتهاء برنامج الزمالك اليوم بعد برنامج الزمالك اليوم ما خلص فعلق احمد فوزي على التعليق اللي حضراتكم سمعتوه ده هو خايف يحصل ازمات ما بين الجماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الزمالك هو طبعا المباراه بدون جماهير لكن احتكاكات خارج الملعب بعد المباراه ما تنتهي ما بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك بسبب الاحتقان والفتنه والتعصب اللي بيثيره اعلام الزمالك يعني النهارده لما نشوف واحد زي احمد فوزي ده طالع بيتكلم بيقول المفروض جماهير نادي الزمالك بدل ما تصب غضبها على مرتضى منصور واداره الزمالك تصب غضبها على الاتحاد المصري لكرة القدم اللي هو المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم هم ضيعوا الدولة ده تحريض علني يا اخوانا ده تحريض علني وما حد ولا حياته لمن تنادي يعني ده كانت ربنا يستر فعلا بكرة بسبب الكلام اللي بيتقال والاحتقان يا عم الكرة رياضة الكرة اخلاق الكرة مكسب وخسارة الكرة النهاردة ليك بكرة عليك النهاردة تكسب بكرة هتخسر مش حد بيكسب على طول ولا بيخسر على طول وبعدين انا بشوف برامج الرياضيه المنطقيه اللي طلعنا وتعودنا عليها الله يرحمه حماده امام من الشخصيات المحترمه يعني يجيب لك الجون يعلق لك عليه شفت اللعبه شفت شعر ايه النهارده قبل مباراه القمه يعني البرامج كلها بتتكلم عن مباراه القمه بشكل ايجابي عن الفرقتين وعن طرق اللعب اللي ممكن يلعب بيها لاسارتي وطرق اللعب اللي يلعب بيها خالد جلال ومين محاور اللي تقدر تخلص يعني محاور اللعب في الفرقتين ومين اللي ممكن يصنع الفارق ده التحليل بتاع المباريات ده الطبيعي اللي يسود قبل ليله المباراه النادي الاهلي بيعمل كده باستمرار والسودات التحليليه في كل القنوات بتعمل كده باستمرار الا قناه نادي الزمالك ده عندهم مباراه بكره كان عندهم مباراه الاسماعيلي ما بيتكلموش على الاسماعيلي اتكلموا عن الاهلي والزمالك وتفويت عماد النحاس عندهم مباراه بكره مباراه الاهلي والزمالك ما يجيبوش ناس تتكلم مين مفاتيح اللعب هنعمل ايه نلعب ازاي بتاع الحلقه كلها تبقى عن كده يعني ده اسمها كره قدم ده اسمها الدوري كره قدم كره قدم مش دوري في السب والقذف مش دوري في الشتيمه مش في الدوري في الهجوم على ناس محترمه ناس افاضل اعضاء مجلس النادي الاهلي دول ولاد ناس مش اي كلام يعني علق عبد الناصر زيدان على مباراه بكره وقال احمدوا ربنا انه لا توجد جماهير الليله في مباراه القمه والا كانت هتكون ليله سوداء من وجهه على حسب تعبير ربنا عارفين استغفر الله العظيم يا رب الليله مفيش ليله سوداء ولا ليله بتاع قالك وإيه اللي هتكون بين الجماهير بسبب ما يفعله بعض البرامج الرياضية من شحن وكراهية دون رادع
ودون حسيب. الحمد لله، وعلينا جميعا أن نتقي الله في الكرة المصرية، ونحن مستعدون ونحن نستعد لموسم جديد. مصر تستحق كل الخير والاحترام. ده تعليق برضو خوف عبد الناصر زيدان من القصة، وأضاف بقى على برنامج المجانين اليوم. يعني بيتفرج على البرنامج وعلق برنامج المجانين اليوم مع اعتذاري الشديد لكل المجانين. يعني شايف المجانين اليوم ودي يعني بيعتزل المجانين، هم عدوا مرحلة المجانين، من المجانين اليوم عدوا بمراحل. يعني بصراحة والله لا فكر ولا منطق ولا عقل ولا أي مفيش أي حاجة خالص، مفيش كلام منطقي، مفيش كلام عقلاني، مفيش كلام، كله كذب وإفك وتضليل، ونهاجم ده ونشتم ده ونسيء لده بدون دليل. يعني هرب مكان زي قلت حضرتك عماد النحاس، يقول لك عماد النحاس مش عارف يوقع النادي الأهلي وبعد كأنه بعد الماتش يوقع النادي الأهلي السنة الجاية، قصرت كام وراجل لسه ماضي مع المقاولين سنة، يقول لك لا ما طب اطلع عماد النحاس كذا. هم زي ما قلت قبل كده يرموا الناس ويتهموا الناس، وعلى الناس بقى تطلع تنفض هدومها. اللي يسكت يبقى خلاص ودين، اللي يتكلم يبقى كده انا قلت له، بس هو من حقه يطلع ينفي. طب وليه؟ طب ما تقول الحقيقه، طب ما بدل ما تقول هو يطلع ينفي يقول المعلومه واحد انت الصح، لكن هتقول ايه يعني؟ اما بالنسبه لمباراه بكره الاهلي والزمالك، المباراه دي يعني المباراه رقم 12 ما بين الاهلي والزمالك، اللي الزمالك بيحتل فيها الوصل. يعني النادي الاهلي حصل قبل كده على 12 دوري كان فيهم الزمالك وصيف للنادي الاهلي، غير كده كان الاهلي حاسم بمراحل ممكن، وما كانش الزمالك وصيف. دي 12 مباراه بين الاهلي والزمالك. اما بالنسبه بقى في بعض التعليقات السخيفه برضو عايز اعلق عليها. اتكلموا النهارده برضو قصه جماهير الاهلي، جماهير الزمالك اكبر جماهير في مصر. يعني مش هخش معاهم في جدال يعني، لكن انا هقول حاجه بسيطه. مع احترامي لكل الانديه اللي هقولها، نادي من الانديه محترمه كلها وانديه جماهيريه يعني، ولها كل التقدير والاحترام. النهارده بيتكلموا بيقول لك كلنا شفنا في مباراه الكونفدراليه النهائيه وما بين الزمالك ونهضه البركان، شفنا الاستاد كان مليان ازاي، والناس كلها عرفت قد ايه جماهير الزمالك اكبر جماهير في مصر. والنهارده مع احترامي يعني، لما نشوف نادي الاتحاد مثلا بيلعب والملعب يتفتح لجماهير الاتحاد، مش هنلاقي جماهير الاتحاد بتملى الاستاد؟ هل لما نشوف جماهير الاتحاد ماليه الاستاد معنى كده ان جماهير الاتحاد هي اكبر جماهير في مصر؟ او نادي الاتحاد جماهيره هي اكتر ناس جماهيريا في مصر؟ الاسماعيلي لما اسماعيلي كان بيلعب مثلا في افريقيا ونلاقي جماهيره وبتاعه والاستاد مليان للاخر. هما بيتكلموا كده لان الفتره اللي فاتت كان لعب بدون جماهير، اقصى حد يعني 30,000 الاهلي لعبوا امام صن داونز هنا وكسب 1-0، 30,000 الاهلي كان عايز اكتر، الامن قال له لا. لكن في مباراه الزمالك والكونفدراليه الامن فتح له الملعب، ومعنى ان انت مليت الاستاد يبقى انت اكبر جمهور في مصر. انا بقول لحضراتكم الاسماعيلي، الاتحاد، المصري، كل الانديه دي ما هي انديه جماهيريه. لو فتحت الملعب ده يا عم، انا عم الحاج، انا كنت في الجامعه، كان وقتها الشرقيه كان بيلعب المنصوره مباراه، كان الدوري كان الشرقيه في الدوري المصري الممتاز. قلنا نعمل ايه؟ قلنا نروح نتفرج على الماتش في استاد، كان في استاد الجامعه. رحت اتفرجنا الملعب والاستاد كان مليان، معنى كده ان الشرقيه او وقت ما كانت شرقيه اللي بتلعب في الدوري، مع احترامي الشرقيه طبعا مش هنتكلم عن الشرقيه، لكن انا بتكلم هنا الشرقيه لما طلعت سنه مثلا في الدوري وجماهيرها حضرت وملت الاستاد، يبقى خلاص الشرقيه بقت هي اكبر جماهير في البتاع. عشان وبعدين الاستاد بياخد كام يعني؟ 70,000 100,000 يعني 80,000 حضروا، يعني انت كده بقيت مقياس النادي الاهلي يا اخوانا. مش كده طبعا. احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه عن اسلوبهم وطريقتهم والطريقة المستفزة اللي بيتكلموا بيها، ويقول لك كابتن رئيس نادي الزمالك على طول بيتهاجم، وعلى طول لما بيجي يتكلم يتوقف من غير ما يعمل حاجة. يا سلام، يعني مرتضى منصور بيتوقف من غير ما يعمل حاجة، وأنا اللي بعمل وأنا اللي بقول وأنا اللي بتكلم؟ يعني كل اللي بيتقال ده من سب وقصف وأختك خالتك عمتك ده مش عارف إيه، مفيش أي حاجة، ما بيعملش حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. ده حتى يعني سامة المصري اتكلمت في فيديو ليها زي ما قلت لحضراتكم، وقالت مش هذكر اسمه علشان ايه، هو ما ذكرش اسمي في الفيديو بتاعه، لكن يعمل حسابه لو ذكر اسمي في الفيديو اللي جاي هذكر اسمه في الفيديو. كان بيتكلم على واحد يعني انتوا عارفينه كويس جدا يعني، هاجمها وقالت واتكلمت وعلقت على الالفاظ اللي قالها عليها والكلام ده كله، وقالت ان هو زي ما انا قلت لحضراتكم ان هو قدم تقرير ان هو جربان
وان هو مش عارف لقب عيلته ابو صفيحه وان هو مش عارف ايه وبتجري ورايا وشني من دماغك وما تشنيش من دماغك، يعني مش سايب حتى سما المصري. يعني مش هنقول بقى كل القامات الرياضيه ده، من حسن مصطفى تهاجم، بتاع اللجنه الاولمبيه تهاجم، خطيب تهاجم، وكلهم ناس افاضل، كلهم ناس محترمين، وفي الاخر ما عملتش حاجه. انا اللي عملت يا اخوانا. بالنسبه بقى لمباراه بكره، من ضمن الحاجات الغريبه اللي اتخذتها لجنه الحكام في مباراه القمه، زي ما بصرف النظر عن الحكم اللي ملوش اي سي في ولا تاريخ، وهيودينا بدايه الصحافه المجريه اساسا بتقول عليه اللي مفيش حد بيسلم من اخطاء كاراكاو ده، فيعني كمان اخطائه الكتيره، الاتحاد المصري او لجنه الحكام قررت عدم الاستعانه بالحكم الخامس، يعني الثلاث حكام بتاع الرايه والحكمين الرايه والحكم بتاع والحكم لكن مفيش حكام ورا الملعب حتى يساعدوا. لا ده احنا ليلتنا فل بكره. بكره زي ما قلت لحضراتكم هيبقى الحكم له عامل كبير جدا في التاثير على المباراه، وبنتمنى بنتمنى له التوفيق، لا يجي علينا ولا يجي معانا، لا يدينا حاجه اكتر من حقنا ولا يضيع علينا حاجه من حقنا المفروض ان احنا يعني حق بيها النادي الاهلي. اما بالنسبه لتريزيجيه، تريزيجيه شارك النهارده في مباراه وديه مع استون فيلا وكسبوا 2-1، وشارك هو احمد قافل ودانه واحمد المحمدي، وطلعوا من الشوط الاول مع بعض الشوط الاول، ولقى استحسان كبير من جماهير استون فيلا واشادوا باداء احمد محمود حسن تريزيجيه. نتمنى لمحمود حسن تريزيجيه التوفيق في مسيرته في الاحتراف في الدوري الانجليزي، نتمنى له خلال الفترات المقبله انه يروح انديه اكبر، لانه لاعب يستحق عن جداره، لاعب يعني بيقاتل وبيلعب، بس هو محتاج الفينش الاخير يعني يشتغل عليه كتير. اما بالنسبه للنادي الاهلي محمود متولي، فان شاء الله النادي الاهلي هيعلن عن صفقه محمود متولي بعد مباريات القمه ان شاء الله. وكان في كلام على ان محمود متولي هيروح الاهلي مقابل مادي، بمقابل مادي وبالاضافه الى 2 لعيبه. فانا رفضت قصه، اولا قصه استبدال لعيبه بلعيبه دي، او لعيب يجي ويروح مكانه 2 لعيبه، يعني قصه سخيفه بالنسبه للاعب، بتقلل من قيمه لعيب ايا كان اداؤه جيد او بتقلل من قيمه لعيب. فانت النهارده خليها بيع وشراء، او خليها انت بتشتري لاعب او بتقدم عرض للاعب، والفرقه الثانيه اللي عايز تاخد منك تقدم عرض للاعب كده فيها. انما تقول لي لاعب يجي ياخد معاه 3 ابال و3 لعيبه بالاضافه لقيمه ماليه، انت بتساوي لاعب باربع خمس لعيبه، ما ينفعش. فالكلام قال لك النادي الاهلي رفض تبادل اللاعبين، واتكلم على انه يقدم عرض او قدم عرض مالي فقط لنادي الاسماعيلي. وليد ازهر واكد ان هو مستمر مع النادي الاهلي في الفتره المقبله، وعشان هيحصد القاب وارقام اخرى وبطولات اخرى مع نادي الاهلي. دي للناس اللي كانت بتتكلم ازهر رايح، ازهر ماشي، ازهر مش عارف رايح فين، ازهر جاي منين، فكل ده كلام فارغ وكان استهلاك محلي، او زي ما بيقولوا كده بيملوا صفحات على المواقع الرياضيه. اما بالنسبه في خبر كده بقى، عمرو فهيم بتاع لاعب نادي الزمالك والاسماعيلي السابق قال لك تم تجديد حبسه 15 يوم على ذمه مشاجره ما بينه وبين جيرانه بالاسلحه الناريه. اتمنى التوفيق وربنا يسترها بكره ان شاء الله ان شاء الله. ومباراه النادي الاهلي والزمالك تخرج باخلاق عاليه، لان انا خايف بصراحه من لاعبي نادي الزمالك، لان عارفين ان هم بيتحطوا تحت ضغط، ولو اتهزموا وبتاع بيبقى رد فعلهم سخيف، ما فيش عندهم حاجه اسمها روح رياضيه. ولاعيبه النادي الاهلي طبعا مش هتسكت، ربنا يسترها بكره ان شاء الله، والمباراه تعدي على خير بدون اي ازمات. وزي ما بقول لحضراتكم الكوره مكسب وخساره، الكوره رياضه، الميزه في الكوره والرياضه ان المهزوم يقول للفايز مبروك، والفايز يقول المهزوم هارد لك، ونسلم على بعض. وفي الاول وفي الاخر دي بطوله، لا هي اول بطوله ولا اخر بطوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.